السلام عليكم ورحمة الله. الزفلون خبر عاجل، مصادر أمنية موثوقة تأكد أنه حاليا فيه دراسة حول غلق مجمع النهار بالجريدة، بالموقع الإلكتروني والقناة التلفزية، كل شيء يتغلق. حتى وإن كان يعني القضاء يعني صدر حكم ب يعني حجز كل أملاك أني يعني سرحماني، لأنه كل أملاك باسمه، الراجل راهو تفرعان في 10 سنين، دار 3 تور في سعيد حمدين، يعني كان أحد المستفيدين تاع العصابة، لأنه كان خدام تاع العصابة. 3 تور، وحدة دارها التلفزيون، وحدة دارها الجريدة، وحدة كاريها بالدوفيز يخلصهم في فرنسا، هم بقى اللي يخلصهم في الإمارات. سيد دار كرارو بلوس أجنس تاع توريزم، بلوس شركة تاع تاكسيات، بلوس. دونك هو ديجا كان حكم قضائي باش يسيزيولو كل الأملاك، وبقاو مترددين لأنه سعاد مرتو منبطحة أفون للموت، تحلل وتزيد. ودرك يقولوا بلي ممكن جدا بلي راح تروح تلتحق بيه تدخل البيتا هيك، وراه ضاربينه ب10 سنين حبس. يرشد ليه عنده ما ظلم الناس، عنده ما تعدى على الناس، عنده ما خدم للعصابة، عنده ما خدم للعصابة حتى قال فيكس، كان منبطح، كان رخيص. وهذا مومس الإعلام تاع الصح. إذا كانت الكفة في الدين المخابرات، راهو منبطح المخابرات، بعد يشوفها راحت للسعيد بوتفليقة، ينبطح للسعيد بوتفليقة، بعد يشوفها راحت للقايد صالح، روح للقايد صالح. ونعمه ربي، لأنه ربي لازم يخرج في الدنيا. مشى مع بو عزة، الجندي بو عزة اللي روف يرشى حتى هو في حبس البليدة، مشى معاه ضد بو على تبون. كان في هذه الفترة يروح يقعد في الشروق، يروح يقعد في لاليجي، قصار اللي ما عنده حتى واحد يدور عليه، لأنه تعرف واحد لما تكون تسمى غاضبين عليك الفوق ولا واحد يدور عليك. كان يتحلف يقول لهم نعدي رايس ندير فيه العجب. ابا جاتو قالوا يوم لك ويوم عليك، جاتو ليه دار فيه العجب. أو اليوم 10 سنين حبس، ومازال عنده قضايا أخرى، مازال عنده قضايا أخرى أنيس الرحماني. ودرك باش تلحقوا سعد عزوز، لأن حتى هي عندها قضايا. نعم حتى هي عندها قضايا سي، وعنده 3 نساء أخرين، هو مزوج بـ4. إيه مزوج بـ4 ولا حرام. اي بعث لي قل لي على سنة الله ورسوله. اي بالصح اللي مدلى فيهم سعاد عزوز، واخوها محمد والعلبة السوداء تاع أنيس الرحماني، العلبة السوداء ديالي، كذا يحبوا يحقوا صح. سي محمد محمد عزوز راه يضرب له قازوز. أردوك وعلاش يتم غلق؟ أولا كان حكم قضائي باش تغلق، معاه جات
الحكايه هذه اليوم، هذه الحكايه شافوها تآمر ضد رئيس الجمهوريه. هذه هي اللي راهم قاعدين يخدموا عليها ضرق باش تكون تهمه ضد سعاد عسوس. مبروك عليك يا سعاد، ايش تيلي يضربوا ولاد الحرام. هذه سعاد عزوز كانت مزوجة براجل وليد فاميلا، كان مراسل تاع ريتر، يجي يدور بها أنيس الرحماني حاشاك ميزني معاها، هي مزوجة وهو مزوج، هي بولادها وهو بولاده. شوفوا الحرام تاع سونس بروبليتام. من بعد واش يدير؟ نحيها الراجل، يقول له طلقها باش نديها هنايا. كيفاش الراجل؟ واش يعمل له باش يطلقها؟ يروح يعطي له شغل خبر هكذا باش يخليه ينشرو، خبر مزيف ما كاش منه، باش يباصيوه، باش يباصيه كمراسل تاع وكالة رويتر. راح يدوروها له إرهاب وكذا ومنها. ولا خدا كان واصل سي أنيس الرحمن. طلق المرأة ما تخلص ما يتصرى لك والو، هكذا كان الحال. إنسان طيب نعرفه مليح. إيه دونك فوالا، ها ربي كيفاش نهار السيد ظلموه كي ولد القومي كي سعاد عزوز. ها هو راهو ولد القومي راهو يخلص ديجا، ودوك راه حط دالت سعاد عزوز باش تخلص، دالتها باش تخلص، لأنها ظلمت راجل بابات ولادها. ربي سبحانه يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. شوف الفتاة هذه ديالها، هذه لأن اللي حبسوه كانت معاه في الطوموبيل، وهذه دار عليه الدراع، هذه شغل زعما هي من الزوجات المدللة، المدللة في زوجته الربعة. واليوم ولا واحدة تروح تشوفه في الحبس، يعني بعيد طيشوه طيشوه بعيد، يرشع ولد الحرام، خليه يرشع. واش دار منكر في الناس؟ كانوا جماعة نهار كانوا يوقفوهم، يوقفوا فيهم عند جدارمية وقت الآخر وقت بالقصير، هو يتليفوني للجدارمي يقول جوزو لي فلان، جوزو لي فلان، يقول واش يا فلان ديرك ولا ديرك، ويديرهم في الشونطاج. ايه يغرق فيهم ويبعث لهم لي كاميرا باش يصوروهم في البانياسرات كيما يدير الحبس الحراش، ودارها الكامل، دارها الرباب، دارها كل واحد يقدر يبعث لي كاميرا ويصوروه هذا، حتى جابها له ربي هو ان يصوروه، ودخل التريبينال ودخل حبس الحراش، من الحراش للقليعة، من القليعة راه في العباد، لا ولا لا مش في العباد، جوها للنيعة، راه في النيعة. المهم مبحر يخلص. اليوم الخبر اللي خرج البارح ما يقدرش يمشي هكذاك، وزير نحى في ربع ساعة، ما خمو ما ولو نحيه، اي بورتون جريدة ما يسبعت له النهار. اليوم تحريات اللي داروا قال لك فيه تآمر ضد رئيس الجمهورية، هذه من مصادر أمنية، كان تآمر ضد رئيس الجمهورية. وعلى واش التآمر هذا؟ هو أنه بعد ما فسدوا العلاقات مع فرنسا ومع ماكرون، اللي كان السيد مع ماكرون البوس والتعناق والتحضان، ويقول له يا دو مينوت ابان اون بارلي دو توا، يتتوي فيه ايه سمعت، وقال نديرو ديكلاراسيون دالجي ونديرو هادي ونديرو هادي. درك ولا مع ماكرون في علاقات ما عندك ما تشكر، حبوا يزيدولو مع الامارات. مع الامارات ديجا العلاقات ماهيش مليحه، ولاحظوا انه في سان بيترسبورغ ما كاش لقاء بين الرجلين بالرغم من كانت مسافه قليله بيناتهم، وكانوا في نفس الحدث هذاك الامارات. الوغ كي يزيد يحطوا له هاد الضربه هذه خلاص، هذه باش
يقطعوا طريق التبون تاع الخليج، لان تاع الخليج متضامنين مع بعض، ما تقدرش تعادي الامارات وتروح تحكي مع السعوديه ولا تحكي مع قطر ولا مع الكويت ولا، لا هما متضامنين، ماشي كيما حنا في شمال افريقيا السوسه هادو دايرين لنا العداوه مع الناس كامل، لا هما متضامنين في بعض. واللي داروا تاع الضربه تاع البارح استعملوا النهار، لانه الاخر هذا كان الجزائر دايريه حاجه صغيره مساكن خاطيهم ما كان اعطاهم وضحتهم. ما سعاد عزوز النهار كي داروها داروها بهدف على بالهم به، يقول لك نخمو الى ما بعد تبون، هذا نخمو الى ما بعد تبون، يبداو يبنيو مع جماعه اخرين، هذه سبيسياليتي تاعهم، سبيسياليتي تاع النهار، يقول لك نمشيو مع الوقف، تبون راه في حال الضعف راه كذا. ابي موافين مع المخابرات، ما قال لك جات مع المخابرات كذا يمشي. يبان المرة الثانية كيما غلط ولد القومي راجلها عايزة هي غلط، لأنه لا راف كي عيطوا لها الضبطية تاع السمعين البصري، لا راف تاع تيلي يمشيو بالتليفون يقول لهم ديروا يديروا سي با لا، ولكن ما همش محتاجين لا راف، عندهم حكم قضائي ينفذوه لا أكثر ولا أقل. الأولى بالنسبة لسعد عزوز فيه تآمر ضد شخص رئيس الجمهورية، إذا كاين دولة أتخلص، إذا كاين دولة تبون بقالو جرام تاع شوية حكم يخلوه له والآخرين يضحيوا بها، يضحيوا بسعد عزوز يضحيوا بالنهار يضحيوا بكاملة، يصفيش إيبرليمون تاع أخطاء راسي ونرب. هنا لانه سعد عزوز ما استفادتش من دروس، ما خدتش العبره من دروس تاع راجلها القومي ولد القومي، خدتش ما استفادتش، دروك يا جماعه تروح تخلص. اذا بقى مجمع النهار ما تغلقش الى حد اليوم لانه باقي منبطح، تصور كيفاش صاحب المجمع في الحبس مطيش والمجمع ديالو يخدم النظام اللي حطوه في الحبس، الرخص اكثر من هكا ما كانش، دونك جاتهم الفرصه انهم باش يثاروا من تبون ياخذوا الثار ايه ي سوفونج دونك ايا نمشي في الخطه تاع الجماعه تاع المخابرات اللي جابوا لنا هذا الخبر، باسكو ما تقدرش يعني منين جاك الخبر، يعني نهار منين جاك الخبر وحدك باين عطاو المخابرات، دونك المخابرات ما يضحيوش بناصر الجن ولا بالاخر المدير ديالهم مجدوب ولا لا 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 ما ينحيوش بيهم، عندهم كبش الفيدا هاو جاي العيد هاو عندكم كبيش عندهم كبش الفيدا نضحيو به، وعلى كل حال يستاهلوا، يعني احنا ما يقدرش يتجوزوا لهم هكذاك برك قال ما كان والو، نو سي غراف سكيزون في سي غراف، بالرغم انهم درك اليوم قال لك خصها غير تبوس الرجلين، سعاد خصها تبوس الرجلين تبكي وتزيد وقداو يا خوتي يا خوتي، ولكن ما يكفيش ما يكفيش، رانو الخبر يعني ربي يسعى وتنحى، ولكن نية التآمر موجودة، وتجي فرصة أخرى باش يتآمروا ضد التبون يتآمروا ضد التبون،
درك بلا شنقريحة يحب يجبد روحه من المؤامرة، يضحي بالنهار ويضحي بكل شيء، هو مستعد يضحي بيهم. بالنسبة لي باش يمثلوا سي دي موان كوريان، سي دي موان كوريان يضحي بيهم. قبل ما نتفارقوا نغتنم الفرصة باش نتكلم على مواطنين اللي مساكن باش يحكموا البابور من مارسيا يروحوا للجزائر يعيدوا، راهم في وضع لا يحسدون عليه، نشوفوا وضعهم مرجم. الله اكبر، هشام عفوان، هشام عفوان.